تصريحات خايبة من خالد مرتجي أمين الصندوق الأهلي، ملخصها غاب مرتضى ولم يغب التعصب، سجن مرتضى ولكن ما زال التعصب حرا طليقا. تصريحات لو أنت زملكاوي هتضحك عليها، ولو أنت أهلاوي هتتكسف منها. ليه؟ تعال أقول لك. أولا بيقول إن جماهير الزمالك بتغير من جماهير الأهلي بسبب فارق البطولات، وفي نفس اللحظة اللي بيتكلم فيها الزمالك هو حامل لقب الدوري والكاس وبفريق محروم من القيد، واغلب لعيبته يا اما شباب صغيرين يا اما عواجيز فوق ال 35 سنه. وفي الوقت اللي الزمالك كان عنده مدرب كبير زي فيريرا، راحت اداره الخطيب والعمري ومرتجي اتعاقدت مع سوارش، فضاع الموسم اكتر واكتر ورحل بعد اسابيع. فبدل ما يعتذروا لجمهورهم بنشوف تصريحات زي دي. ثانيا التصريحات اصلا غلط، بيقول ان الزمالك خد 5 بطولات افريقيه في السنين اللي صالح سليم خد فيها قرار بالانسحاب من افريقيا. يعني الزمالك خد 5 بطولات في 3 سنين، والحقيقه ان الزمالك خد بطوله واحده بس في ال3 سنين دول، وخد 4 بطولات خارج فترة انسحاب الأهلي من أفريقيا، الانسحاب اللي تم بعد خسارة نهائي القرن الماضي وبقضية برضه. ثالثا التصريحات دي بتيجي بعد ساعات من خسارة الأهلي بفارق 8 أهداف أمام الزمالك في دوري اليد، الزمالك اللي رئيسه محبوس وأرصدته محجوز عليها ولعبته مش واخدة مستحقاتها وبيعاني من غياب الاستقرار. فبدل ما يعتذر لجمهوره ويوضح سبب إخفاقات اليد المتتالية، طلع يهرف كلام خايب وغيرة وكيد حموات. ويهمني رأيك.